مش هنسمح تاني، بقول ان حد يقرب من مصر تاني ودخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، الجيش المصري على قلب رجل الوطن. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض، لا اشيله من فوق وش الارض. المعركة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، يا هنهزمهم يا هنهزمهم. الجيش المصري ده أسطورة وطنية.